عسلام اخوي. انا جيتني قلت لي نحب نحكي على الاعلام التونسي كيفاش يروج لصوره التوانسه لبرا، اللي يقولوا عليها انه التوانسه مثلا جهله، التوانسه نيفو انتليكتيال نتاعهم ما خايب برشا. تنجم تفسر لي؟ انا مواطن بانجلترا، فهمني، نعيش مع كما تقول انت جنسيات متعدده، مسلمه وعربيه وكل شيء. فاحنا كتوانسه، انا نعرف برشا عباد عراقيين سوريين كل شيء، يعني السؤال نتاعهم ديما ليا، فهمني، يا اخي تونس لهالدرجه ما عندكمش حتى علم؟ يعني تونس ما تعرفش الايمان، ما تعرفش الدين، ما تعرفش شنو. انا ما نتبعش ياسر الميديا هذيا اللي تخرج، خاصه في شارع الحبيب بورقيبه ديما نشوف فما كاميرات توقف في ناس دي زيكزومبل يجيبوا فيهم، اللي انا كتونسي عمري ما قابلت اكزومبل من اللي نشوف فيهم. الناس الكل ما شاء الله متثقفه، تعرف ربي، يخافوا، يحبوا على فيتور خير، فهمني. انا الموضوع اللي جيتك وحكيت لك عليه اللي هي اخويا حبيت نوصل صوتي، علاش هذوما لي ميديا اللي يجيبونا في دي زيكزومبل اللي هما ماهمش توانسه؟ راهو الناس الكل فيهم الباهي والخايب، اما حاول انت ما تمسخليش بلادي. عليه انا نقعد نبرر في موقفي مع الناس غاديك انه تونس راهو مش كيما تشوفوا فيها اللي وريونا فيها كاللقطات واللمحات، راهي تونس كبيره بثقافتها بدينها بكل شيء، فهمني كيفاه. فانا حبيت نوصل صوتي عليه، حرام عليهم هذوما الناس الاخرين. اسكو هما يحبوا يمسخونا؟ فما يعني اجندا يحبوا يمسخونا ويقولوا راهو شوفوا تونس راهي زيرو، وكان ما فماش اجندا علاش يعملوا فيها لا بروميير فوا؟ فانا اخويا انا وصلت صوتي، وان شاء الله ان شاء الله ما عادش نشوفوا لي زيكزامبل هذوما. ما يسالش مره في الفير واحد باش يطلع تقول له انت شنو اركان الاسلام الخمسه، يقول لك والله ما نعرف، ويقعد ما يسالش واحد في الالف. اما مش كل واحد تختاروه لي وتجيبوه لي، لا يعرف دين، لا يعرف الاركان الخمسه، لا يعرف الصلوات، لا يعرف سوره، حرام، راه مش هكايا، فهمني. هما كي نحكيو على الموضوع هذا نحكيو على نظريه متواجده برشا في تونس، نظريه البؤس، اللي الناس تخلقوا البؤس، فهمني. ولكن قاعدين نشوف فيهم في الشارع فما بؤس من نوع الايجابي، الناس نعرفوهم معناها كيما اشرف الماي، كيما الناس هذوكم، حتى كي تقالت الكلمه كيما قرروا تونس نزرعوها دولاع وواحد الفازه هذيك تقالت، ولا يمشي يخدم في التلفزه، ولا يمشي يخدم في التلفزه وبالعكس قرر انه يطور في الاداء نتاعو، ولا يخدم في حاجات نتاع نقد الى تونس. لكن فما ناس اخرى ما نذكروش اسمائهم، لكن لا علينا فيهم، اما هما راهم يختاروا في العباد في الشارع ماناش احنا. وراو صديقي فما عباد تجي هي تحب تمد وجهها في الكاميرا جيست باش تفدلك ولا باش تقول حاجه خارج نطاق السؤال اللي نسالو فيه. انا فاهمك، تعرف انا شنو لاحظت في اللي ميديا هذوما اللي تحكي عليهم؟ ما ظهر لي كان باش يوقفوا بشر برك، سي سور انت حتى في الجورني نتاعك تبدا واقف في الشارع كيفنا كي باش توقف 20 30 بشر وتحكي معاهم، فهمني. علاش نحن ديما نشوفوا كان ليكزومبل خايب؟ خاطر يظهر لي 19 من ال 20 بشر هذوكم حكيوا كلام باهي وقالوا تونس لازمها تتبدل وتونس لازم العباد تحب بعضها، وكل لغة اللي تحسن فينا مش تخيب فينا، فهمني كيفاه. لا هو ماشي يعملوا يختاروا لك الحاجة الخايبة ويوريوها لك، عليه سيتون اجندا. وانت قلت ما تحبش تذكر اسامي، فما شكون حلف عليكم قال لكم والله ما نخمج لكم تونس والله ما نردها لكم شلاكة، والتو التلفزة تخدم عليه صباح وليل. والله ماني عارف والله ايش باش نقول لك، فهمني. ربي يهدينا الناس الكل، وربي يحل لنا ان شاء الله في وجوهنا حاجه من خير، رانا شعب باهي يزينا من الثقافه الحشاك اللي تخيب فينا. احنا كي نحكيو على ثقافه البوز ها قاعدين نشوفوا في حاجه زادت تتعمل في التلفزه التونسيه موجوده في قنوات تونسيه الحاجه هذه. ما ايش نكلمك، كي انت تغلبهم كي تولي 80% من البوز نتاعهم هما، مش بوز انت مختاره كشعب، هما يسيروا فيك على البوز نتاعهم، فاش تولي تعمل انت؟ باش تولي تتبع؟ راهو نحن شعب ولينا كلي كيما تقول انت خرفان نتبعوا، والميديا هي اللي تحكم فينا، فهمني كيف. المفروض فما عباد كيفك انت تخرج لا فيريتي، لازم تكون بالانس ايكول، يعني 50% باهي و50 على الاقل، يعني في الاوروب مستحيل تلقى 50 باهي و50 خايب، ديما تلقى الباهي خير، خاطر سي بلو كوريكت، يوصل ميساج خير، والعباد ماهمش بهايب، احنا ماناش بهايب، فهمني كيفاه. والله ايش نقول لك، انا تعبت من الناس اللي غادي يقولوا لنا راهم جهال واحنا اثقف عباد في العالم العربي، حرام. باش تتوجه انت توا برساله مثلا للناس هذوما اللي قاعدين نحب نقولها يبثوا في الفتنه ويعطيو في اكزومبل خايب لتونس،
وعلاش نحكيو مثلا على موضوع معين نخرجوه يجيبوا كين في الخايب ولا المبتذل، معناه نحكيو على عبد قاعد يفرق فيهم على عكس انه عبد يحكي فيهم حاجه برك اللي هي فلوس، فلوس وميديا اللي هي فلوس. احنا تعلمنا لهنا في تونس نبيع ذمتي، فهمني كيفاه اللي خلصني اكثر ميسالش. فانا نصيحتي الاخرانيه للناس هذوما، والله تعمل بوز كان تخدم على السيجي نتاعنا الحقاني، والله الشعب يتبعوك، والله كي تقول لهم راه اللي قاعد يصير ما عيب، يلزمنا نتحسنوا، يلزمنا نحسنوا في اخلاقنا، يلزمنا نعرفوا كيف نتصرفوا مع بعضنا، ما نحبوا نوليو كيما لوروب، تيجا نقربوا لهم في معاملتنا مع بعضنا كمسلمين، فهمني؟ والله تمشي لهم وبوز ويوليو عندهم دي شانو والناس تتبعهم والناس الكل. راهو يزي حرام عليكم تفسدوا فيها، يزي ما فسدونا الناس اللي لبرا، ونوعدكم كيما فلسطين والله لا تفسدوها ولا تنجموا تعملوا لها شيء بشعبها. باهي استاذ، انا كي نحكيو على هذوما عندنا هجره الادم غن نحكيو عليهم هذوما، فما ناس عندنا كيفك في انجلترا في امريكا في واحد عاملين حاجه مزيانه على حتى صانعي محتوى. والله لا فخره لا حد شيء، ريت التونسي كي تعطيه لوبورتونيتي وتعطيه الشانس اوكي وتعطيه الاسباس، والله والله يوصل للنازا وللسماء. وهذه لاحظتها في السبور في الثقافه في كل شيء، رانا شعب خلاق بالرسمي، شعب خلاق مش لغه الاذاعات، والله شعب خلاق. اما شنو لعنا اوبورتونيتي لعنا شانس لعنا سباس، الثلاثة حاجات اللي تولي بيهم سكسسفل اللي تولي بيهم ناجح في حياتك هما منحينهم لهم. فانا ملوم الزاده روعه التونسي، وربي يحلها في وجهه ان شاء الله الى يوم الدين. باهي، كنت نجم تحكي لنا شويه على ما كنت تعيش في انجلترا، شنو هو نظرة برشا عباد الأجانب لتونس أو الشخصية التونسية؟ احنا كتوانسة نتسميو باهين، ماناش ما عندناش ريبيتاسيون خايبة، احنا كتونس مثلا تو كيما أنا عندي في لونجلتير، تونس شعب باهي توريستيك، فهمني كيفاه؟ تمشي له باش تزوره كيما تزور إسبانيا، كيما تزور لاغريس، كيما تزور مالطا، فهمني كيفاه؟ أما أنا في طلعتي وهبوتي في المطارات لقيت إنجليز جا وشافوا هذيك هما مروحين ولاو يبكيوا، فهمني كيفاه؟ والكلها يعني هاو فكلوا فلوس في المطار، هاو البي نتاعو هي موجودة وخروا هيل، زاد الحاجات هذوكم بالله ينحيوهم، فهمني كيفاه؟ اون با بوزوان، فهمني؟ الحمد لله هي كانت تتحل البلاد ويرجعونا توريزم نرجعوا ان شاء الله لاباس. وحاجه اخرى على التوريزم بالله نحب نقولها، اللي ماذا بيا امنيتي في الحياه انه تونس تولي توريزم نتاع ثقافه، توريزم علاج، وتوريزم تجمم. التوريزم الاخر لازم يتنحى يرحم والديكم، راهي البلاد مشات، راهي العائلات تكسرت، يرحم والديكم. عندنا تروا توريزم العالم كله يلوج عليهم، الثالث ورحمة أمي يلوج عليه كان زوز بلدان وأنا با بوزوان، يهديكم ربي. من الآخر بكل كلمة الختام، إن شاء الله ربي يصلح حال الناس الكل وربي يصلح حالي، فهمني كيفاه؟ ونتلموا على بلادنا ونردوها من أحسن البلدان، يا ربي.